الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد إمام الأنبياء والمتقين، عليه أفضل الصلاة والتسليم. أهلا وسهلا بكم النهاردة مع حديث جديد وراوي عظيم من الصحابة الكرام. روى عن حبيبنا محمد ما يقارب 250 حديث، وكمان روى عن الصحابة الكتير. أيوة، هو سيدنا أبو أمامة الباهلي، عاش من العمر 107 سنة، وكان آخر الصحابة اللي ماتوا بالشام. يمكن بسبب دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم سلمهم وغنمهم. بعد إسلامه أرسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة قومه للإسلام، قبيلة باهلة، وكانت تعبد الأوثان، وده موقعها على الخريطة عند رأس الدبوس، وكانوا يأكلون الميتة والدم. فأمره الرسول صلوات الله عليه وسلم بدعوتهم لدخول الإسلام ونهيهم عن أكل الميتة. فماذا كان ردهم؟ رفضوا دعوته وكذبوه. خرج سيدنا أبو أمامة جائعا وظمآنا ونام من التعب، وأثناء نومه رأى رؤيا أنه يشرب لبن حتى شبع وامتلأت بطنه. استيقظ الصحابي الجليل فوجد بطنه قد امتلأت بالفعل. أثناء ذلك أنكر رجال من القبيلة ما فعلوا بطرده، وهو من أشرافهم وساداتهم، فذهبوا جميعا ليطعموه ويسقوه. فقال له أنه قد أطعم وسقي في المنام، فهو شبعان ريان، ورأوا بطنه ممتلئة، فأسلموا جميعا بفضل رؤيا سيدنا أمامة. سبحان الله، يهدي من يشاء بغير حساب. والآن مع حديث هذا اليوم. الإيمان بالله تعالى من أعظم القضايا التي شغلت تفكير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون عنه وعن علاماته. وفي هذا الحديث الشريف يخبر أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، أي ما علامات الإيمان وبأي شيء يعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك، يعني إذا صدرت منك طاعة وفرحت بتوفيق الله ترجو ثوابها لأنها محبوبة لله، وأنت مأمورا بها ترجو ثواب الله على فعلها. وساءتك سيئتك، يعني إذا أصابتك معصية وندمت عليها خوفا من العقوبة لأنك منهيا عنها تخاف بسببها العقوبة، فأنت مؤمن، أي فذلك علامة الإيمان. أخي الكريم، فرق كبير بين من يفعل معصية ثم يندم ويتوب، وآخر يفعل معصية ثم لا يبالي بها، فلا تكن أنت الثاني. ثم سأل الرجل سؤالا آخر فقال يا رسول الله فما الإثم، أي أخبرني عن علامة الذنب إذا شككت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حاك في نفسك شيء، أي أثر فيها وتردد ولم يطمئن به قلبك، فدع، أي اترك. والمعنى هنا أن النفس إذا ترددت في كونه ذنبا اتركه احتياطا، وإذا كان الفعل أولى فاترك ضده لئلا تقع في الإثم. وهذه الأجوبة من النبي صلى الله عليه وسلم من الأسلوب الحكيم ومداواة النفوس المؤمنة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجعل عليها رقيبا من أنفسها. والآن مع بعض دروس وعبر حديث اليوم. ما الإيمان؟ اسأل لتتعلم. السؤال عن الشيء أفضل من الجهل به. احرص على ما ينفعك، لا تجعل كل همك المال والتجارة والأولاد فكلها إلى زوال. استفتي قلبك على كل عمل فلن يغشك. المؤمن يزيد إيمانه بالطاعة وينقص بالمعصية، وعليك التوبة الدائمة حتى الموت.
اشغل وقتك بالطاعة أفضل من ترك نفسك للفكر والشيطان. ادرس القرآن والسنة كل يوم قدر الإمكان، وشارك الأولاد والأهل ذلك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وياريت نعمل كلنا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو، وياريت نزور صفحة كل يوم حديث على الفيسبوك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.